السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه. دونك البنات اليوم جبت لكم واحد الوصفه سهله نتاع البانكيك. دونك اليوم العشيه كو عارفين الصباح تبغي تنوضي تخدمي حاجه رابيد تقهوي بيها، ولا العشيه ثاني باش تخدمي حاجه تقهوي بيها. وانا جبت لكم وصفه نتاع حاجه سهله بزاف البنات كيما راكم تشوفوا معايا. وجدت المكونات نتاع البانكيك. نورمالمون كي تكون عندك زعما باغا تخدمي كميه قليله ديري نصف هاد المكونات، وإلا كنتي باغية تخدمي كمية كبيرة ديري هاد المكونات هذه. أنا المهم الوصفة اللي موالفة نديرها نتاع نصف هاد الكمية، ودركا راني مضاعفة للكمية. عندي زوج بيضات وثمن مغارف نتاع الزيت كبار، ثمن مغارف كبار نتاع الزيت، وربع مغارف نتاع السكر، وزوج مغارف صغار نتاع الخمارة نتاع الكاطو، وكاس حليب، كاس حليب، وزوج كيسان فارينة. كيسان فارينة عبرت بهاد الكاس نتاع الحليب. مهم البنات دوك نبداو نديرو المكونات نتاعنا. عندنا نضيفو السكر، نديرو زوج بيضات ونضيفو السكر ربع مغارف. الا كنتي باغا تستعملي نصف الكميه ديري بيضه وديري زوج مغارف وديري ربع مغارف زيت ونص كاس حليب ومغرف وحده تاع خميره وكاس نتاع فارينه. درك انا كلشي درته مضاعف كيما قلت لكم البنات. نعاود لكم المكونات: زوج بيضات، اربع مغارف نتاع السكر، ثمن مغارف نتاع الزيت كيما راكم تشوفوا، ثمن معالق نتاع الزيت هكا، ورشه ملح. نسيت ما قلت لكمش راني دايره هنا رشه ملح في الفارينه. دونك كاس حليب نخلطو غاية هاد المكونات نتاعنا. بسم الله نضيفو له الفارينة، فارينة معاها رشة نتاع ملح، وتقدري ديري رش هذا مغرف نتاع لافاني من اجل النكهة. انا ماهيش عندي لافاني ما درتهاش، بصح ماشي مشكل. نفس دونك ندير الخمارة، زوج مغارف صغار كيما راكم تشوفوا هكا، زوج مغارف صغار نتاع خمارة نتاع الكار، ونبقى نخلط في المكونات حتى تحصل على واحد العجينه يعني سائله كيما نتاع المسكوتشو. دونك البنات هذه هي كي خلطتها، كي تبقاي تخلطي فيها هذا كيفاش تحصلي عليها، تولي كيما هكا سائله. دونك نديرو المقله نتاعنا تسخن ونخلو هذا الخليط نغطيوه ونخليوه يرتاح لمده 5 دقائق. دونك البنات كما كتشوفوا نحميو المقله ورانا خلينا الخليط نتاعنا يرتاح لمده 5 دقائق فقط. من الاحسن انه ندهنو بالزبده، كاين اللي ما تحبش تدهن بالزبده، ولكن الزبده تعطي واحد النكهه بزاف شابه لي بانكيك. كي تدهني المقله نتاعك بالزبده تساعدها يعني في المذاق، يجي المذاق نتاعها شباب بزاف كما راكم تشوفوا البنات. شويه الزبده ونجيب الخليط نتاعي كما راكم تشوفوا، ندير هذه الكميه هذه فقط ونبدا نسعف فيها نمشيها نخدمها دائريه كما راكم تشوفوا هكا. تبقاي تسعفي فيها بالجيك هذاك الشكل اللي راكي باغياتيه. دونك هذه ما جاتش مدوره مي معليش. نحاولوا نستعملوا المقلاة اللي ما تلصقش البنات باش ما تلصقناش الحبه. انا هنايا تكورت لي شويه داك العتيق هذاك الشايط
كما راكم تشوفوا. معليش اذا ما صدقتلكش الحبه الاولى ولا حبه الزوجه بشويه غادي تولي تصدق لك. هي دائما الحبه الاولى تجي شغل مخسره. دونك هاني قلبت الحبه البنات كيف راكم تشوفوا، هذا كيفاش تولي عندي هنايا. نكمل مع البقيه. دونك البنات انا مسخني المقله، نديروا لها الزبده تدوب فيها شويه هكا. وماشي ضروري الحجم ديروا يكون كبير ولا صغير، ديروا الحجم اللي بغيتوا نتوما واللي عجبكم، يعني تكون كبيره صغيره ماشي مهم. هكا هذه هي البنات، نخلوها تحمر نعاودو نقلبوها. البنات هذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها، ما نحكي لكمش، واحد لي بانكيك بنان ولداد بزاف. ننصحكم تجربوهم، تبغي ديريهم بالعسل، تبغي ديريهم بالشيكولا نتاع الطل، انا درتهم بالشيكولا. وإلا عجبتكم لا فيديو البنات اشتركوا في القناه وخلي لي كومونتير، ومرحبا وسهلا بكم، ومع السلامه البنات، صحه قهوتكم.